صباح الخير مشاهدينا ومشاهدين قناة هيا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بدون فلتر. حلقتنا النهاردة مميزة كالعادة، عشان في الحلقة دي هنتكلم عن الرسم، بس مش بس الرسم على الورق، هو كمان على جذوع الشجر وعلى اللبس وعلى الجرابات وعلى الشنط وعلى الميداليات. واللي هتكلمنا أكتر في الموضوع ده النهاردة هي ضيفتنا الفنانة آية فايز. يا آية، إيه الحاجات الحلوة دي؟ الله يخليك، تسلمي. قوليلي برضو، انا عايزه اعرف طبعا ده بيبقى فن، فانت ازاي حاولتي ان انت تعملي بدل ما ترسمي على ورق على حاجات تانية مختلفه؟ بصي، هو مبدئيا انا خريجه كليه تربيه نوعيه، قسم تربيه فنيه. ففي خلال الكليه احنا اصلا بندرس على خامات كتير، وانا عموما ما بحبش يعني ان انا ابقى مقيده في ورقه في مقاس معين. ف بحب ان انا ابقى منطلقه في الالوان، وان انا اعمل على احجام كبيره. اوكي، فانتي اوريدي كنت بتعملي رسم على ماتيريال تاني في الكليه، فبداتي بقى تحبي حاجات تانية غير بدايه الورق. دخولنا الكليه كنا بنستخدم خامات كتير وبنعمل اشكال كتير وحاجات كتير يعني. حلو قوي. طيب الموضوع جه واحده واحده، ولا مره واحده قررتي ان انتي ترسمي على حاجات مختلفه مش بس لبس او ورق؟ انتي عملتي حاجات كتير قوي، حتى حاجات على الشجر وكده. الفكرة جات لي أصلا في بداية المشروع بتاعي، إن أنا بدأت إن أنا كان عندي بيبي صغير، وكان في عنده ملابس بيحبها فوقع عليها بقعة، فأنا كنت يعني أنا بحب شكلها عليه، فكنت عايزة إن هو الغلطة كانت مني، فكنت عايزة أصلحها. فبدأت قلت طب ليه أنا مثلا ما استغلش الهواية بتاعتي في إن أنا أرسم عليها. فبدات ان انا ارسم عليها، فطلعت حلوه، حتى لسه محتفظه بيها بعد 5 سنين يعني، لسه عشان دي موجوده اول حاجه عندي عملتيها. عشان دي اول حاجه عملتها. حلو قوي. طيب انا عارفه انت جايبه لنا النهارده ترسمي معانا حاجه، قولي لنا كده هنعمل ايه. احنا دلوقتي هنرسم على الجذوع، ده بيكون شكل الجذع. اوكي، احنا بنحط له بس الاول طبقه عزله، تمام. وبعد كده بنحدد الرسمه او بنرسم الرسمه اللي احنا عايزينها، سواء بقلم سواء بكربون سواء باي طريقه نحبها، سواء بالشف. وبنبدأ بعد كده نخلط الألوان وبنبدأ ان احنا نشتغل. فانا طبعا هشتغل دي معاكي. عايزاكي بقى تورينا، بس انا حاسه ان انتي بتحطي طبقه عزله عشان بيبقى فيه رطوبه في ده، صح ايوه، كده؟ عموما اصلا الاشجار دي بيكون فيها نسبة رطوبة، هي اوكي. على قد ما هي بتتجفف بس بيكون فيها برضو يعني مع الشتاء بتلاقيها ان هي طلعت نسبة رطوبة اعلى. فاحنا بنحط العازل ده بحيث ان هي المية اللي هتطلع من الجذع ما تأثرش على حلو قوي، الرسمة. حلو قوي. طب يلا نبدأ مع بعض. طيب تمام، هنبدأ الأول. هنعمل ايه؟ هنبدأ بالخلفية. انتي بقى دلوقتي خدتي الموضوع كهواية، ولا بقيتي بتعمليه في وقت فراغك عامة؟ او يعني انا شايفاكي برضو عندك بيج على انستجرام وبتشتغلي في ده. هو الأول انا كنت اخداه كهواية، بان انا زي ما انا قلت لك ان انا بدأ ان انا اجرب ارسم حاجة، فلقيت ان الموضوع شكله حلو جدا معايا. حاولت ان انا اعيد تدوير الملابس بتاعتي، ابدأ ان انا اخليها بشكل جمالي. فبدأت ان انا من بعد ما كانت هواية بدأت قلت ليه طب انا ليه ما استغلش الموهبة بتاعتي في ان انا مثلا اعمل ليا صفحة، بان انا مثلا يكون ده شغل ليا او مثلا بزنس ليا، ان انا اعمل حاجة والحاجة الحلوة اللي عجباني دي تعجب كل الناس. حلوة قوي. طب انتي بتجيلك فكرة الرسم ازاي؟ يعني الرسمة نفسها. الرسمه نفسها بتجيلي ازاي؟ في اوقات كتير بتلاقي طقط في دماغي كده الرسمه ان انا اعملها، وفي اوقات كتير بقعد ان انا اقلب في الموبايل اشوف فكره من هنا فكره من هنا واعمل حاجه كامله خاصه بيا، يعني مش تقليد يعني، بس فكره افكار مجمعه. فبتجيلك انت فكره مختلفه. ايوه، او على حسب بقى، مثلا لو حد مثلا طلب مني شغل معين فطلب الالوان معينه شكل معين، فببدا برضو ان انا اعمله، بس برضو بحط التاتش بتاعي حلو مش قوي. ان انا اقلده. بصي، اللي انا فهمته منك ان انت ممكن تجيبي رسمه من على النت مثلا وتعملي حاجه خاصه بيكي في الاخر، او ايوه انت ممكن تبقي مجهزه رسمه في دماغك، ايوه صح كده؟ صح كده. بصي، انا شايفه كمان ان احنا عندنا لبس مرسوم عليه. احنا عندنا النهارده جاكيت وعندنا دريس، الاثنين لزاز قوي. يعني انا متخيلاهم وهم من غير الرسم، هم راحوا في حته تانية خالص لما رسمنا. أيوة. الجاكيت لذيذ قوي وحاسه ان الديزاين تحفه، بس انا عايزه اعرف خد منك وقت قد ايه، عشان عارفه انه الحاجات دي ممكن تاخد وقت. طبعا هو عموما اصلا اي حاجه بعملها مش بعملها في وقت واحد، مش بعملها في وقت واحد عشان برضو يعني ما ملش وما تعبش، فاللي هو اعملها بسرعه فما تطلعش زي في دماغي.
فانا مثلا ببقى مقسماها على الايام يعني من 3 لـ5 ايام بعمل كل يوم حاجة يعني جزء معين. لان هو انا شايفة الديزاين متقسم كده مش حاجة واحدة. ايوة. بس الماتيريال بتاعته انا حاساها صعبة قوي ان يترسم عليها الجاكيت. هو يعني بياخد غير اللي جنبه الدرس هو جنبه. كله بيتوقف بقى على الالوان اللي انت بتستخدميها في على حسب سمك اللون. في لون ينفع مع الجاكيت، في لون ينفع مع القماشه، في لون ما ينفعش معاهم هما الاثنين على حسب السمك بتاعه. حلوه قوي. بصي هو الجاكيت صعب ومتعب ان انا ارسم عليه، بس ده بيكون برضو يتوقف على ان اللون فيه نسبه ميه او السمك بتاعه تقيل. بتتحكمي في سمك اللون عامه. أيوة. عشان تعرفي تتعاملي مع الخامات. ايوه. في كمان انا شايفه الدرس برضو الرسمه اللي عليه حسها صعبه، هي حلوه قوي برضو بس هي رسمه واحده غير الديزاين بتاع الجاكيت. 5 ايام بالظبط. 5 ايام. حلوه قوي لان كان فيها طبقات وفيها درجات لون وفيها لون بيلمع وتحديد، فالتحديد بياخد برضو وقت عشان يظهر الرسمه. حلوه قوي. هو التحديد هو اللي مخليها شكلها حلو يعني. انا حاسه ده فارق معاها قوي. ايوه. طيب طبعا انا عارفه دلوقتي بقى ترند قوي ان احنا بنجيب اوريدي حاجات جاهزه اللبس بيكون مرسوم عليه، ده طالع ترند. بس ساعات الفكره ان احنا مش بنلاقي دايما الرسمه اللي احنا عايزينها على الحاجه في المحل، فاعتقد ده بيديكي نقطه قوه لو مثلا هتعملي حاجات كاستمايز للناس، ان مثلا بنطلون عندي جينز مثلا فانا عايزه يبقى عليه رسمه معينه، لو حد طلب منك الحاجات دي بتعمليها؟ ايوه طبعا بعملها. في ناس كتير بيكون عندها اعياد ميلاد مثلا عايزين شخصيه كرتون معينه، عايزين مثلا شايفين ان هي القطعه وهي ساده مش مميزه فعايزين يظهروها بشكل احسن وفيها الوان كتير، فيها مثلا اشكال مختلفه مش موجوده في السوق عموما يعني، فبطلبوها مني. يعني مش شرط نلاقي في الستور الرسمه اللي احنا عايزينها، فانت بتعرفي توفري ده للناس. ايوه طبعا. اوكي احنا كده في الرسمه انا شايفاكي احنا بنعمل زي تحديد الاول باللون الازرق. ايوه بعمل الخلفيه الاول، بعمل الخلفيه الاول وبعد كده بنبدا نحدد في الرسمه. انا عن نفسي كل فنان وله طريقته، بس انا عن نفسي بحب ان انا اعمل المساحه الكبيره الاول وبعد كده بعمل المساحه الصغيره والتفاصيل الصغيره جدا. يعني انا عايزه اعمل الخلفيه عشان اظهر شكل البنت، فابدا ان انا عايزاكي تشرحي لنا الخطوات بتاعه الرسم على الجذع دلوقتي اللي انت عماله تعمليها دلوقتي عشان برضو الناس تبقى عارفه. طيب الخطوات، بصي انا اول حاجه حطيت عازل اللي هو اللون الابيض ده. في ناس بتحب عموما اصلا لو لون غامق مش شرط تحط العازل، بس احنا بنحط العازل كوقايه زي ما انا قلت لك عشان الميه. بنبدا بعد كده نرسم الرسمه. في طرق كتيره جدا للرسمه، سواء بالكربون، سواء بالقلم الرصاص، سواء بالقلم الجاف، باي طريقه تحبيها. في ناس كمان بتعملها بالرصاص اللي هو ورق الزبده ويحددوا الشكل اللي هم عايزينه وبعدين يشخبطوا كده فينزل الرسمه على الجزء. مجرد ما بتنزل الرسمه على الجزء زي ما انا قلت لك كل فنان له طريقته. في حد يحب ان هو يعمل التفاصيل الصغيره الاول وبعدين الشكل الكبير، وفي حد يحب ان هو يعمل الشكل الكبير الاول وبعدين التفاصيل في الاخر. انا عن نفسي بحب اعمل الشكل الكبير عشان احس ان انا يعني خلصت اسرع. بيفرق معاكي اكتر. ايوه. طب الالوان بقى، اختيار الالوان. اختيار الالوان في حاجتين. اختيار الالوان في يتوقف بقى على ان لو الطلب ده مخصوص لحد، يعني لو حد هو اللي عايزه احنا بنبدا اعمله، يعني ببدا انا وهو نتكلم مع بعض، طب انت عايز الوان ايه، طب ايه مثلا، يعني مثلا لو عيد ميلاد فبيبقى ملتزم بالوان معينه فلازم نعمل له مثلا التيشيرت او الرسمه اللي هنعملها له تكون مثلا لايقه مع الديكور، لايقه مع شخصيه الكرتون اللي هو مختارها، اي حاجه من دي. فببدا انا وهو نتفق على الالوان مع بعض. انما لو حاجه من يعني من دماغي كامل، فانا بحس ان انا ببص للرسمه بحس ان انا عايز احط فيها اللون ده، وفعلا بعمل كده يعني. أوكي. بتبقى من دماغي كليا، اللي هو انا رسمت الرسمه فحسيت ان الرسمه بتقول لي انا عايزه احط اللون ده هنا. حلوه قوي. طيب قولي لي بقى، بما انك اكيد عندك كلاينتس بيطلبوا حاجات على انستغرام، ايه اكتر حاجه بتطلب منك؟ اكتر حاجه بتطلب مني هي الجذوع اللي هي اللي هي اول واحد ده احنا معانا. اللي هو الشخصيات، يعني مثلا صوره حقيقيه وعايزاه اعمل زيها بدون ملامح بحيث ان ده دي بتبقى من غير ملامح او من غير وش. أيوة. بتبقى كذكرى بينا، صوره يعني في مناسبه مميزه فانا عايز اوثقها بان هي تبقى حته من الديكور عندي في البيت يعني. حلوه قوي.
طيب لو حد عايز يبتدي البيزنس ده وعنده الموهبة دي، هتفرق معاه الماتيريال او الاختيار الحاجات اللي بيشتغل بيها ولا لا من خبرتك يعني؟ انا عن نفسي لما بدأت في الاول كنت شايفة ان محتاجة حد يقولي، بس بعد كده اكتشفت لا، مش محتاجة حد يقولي، اصلا هيقولي النوع ده ممكن اجي استخدمه ما اعرفش استخدمه، او احس ان انا تعبانه وانا بستخدمه، او احس ان هو مش هو المناسب للحاجه اللي انا بستخدمها. فالاحسن ان هو يجرب. يعني انا عن نفسي في القماش جربت جميع انواع القماش اللي موجوده في السوق، وبرضو يعني كنت بحس ان مش هي دي اللي انا هستخدمها، لحد ما وصلت لدرجه ان انا بعمل الوان انا بنفسي. حلوة جدا. فبدأت ان انا بعمل الوان على حسب نوع القماشة وببدأ ان انا اشتغل فيها. حلوة قوي. انا شايفة كمان ان انتي برضو بترسمي على الشنط، احنا كان معانا شنطة النهاردة انتي عاملة عليها برضو ديزاينز كتير قوي. ايوة، ممكن ده توريها كان لنا؟ طلبها، كان طلبها ان هي عايزة تعمل اموشن وتعمل كلمات وتعمل حاجات رسوم عشوائية، يعني حلو. مش رسمة انها ما معينة تبقاش سادة او بيزك. وتظهر فيها الالوان، حلوة قوي. فقعدنا نعملها لها. يعني انتي ما كنتيش اصلا مقررة الرسمة وقعدتي ترسمي فيها على طول؟ ايوه. حلوة قوي. بتحسي ان الحاجات اللي بتيجي راندم دي بتبقى احلى من الحاجات اللي انتي مقررة او عارفة هتعملي فيها ايه؟ ايوه انا بحس صح؟ يعني ايوه بيبقى عندك مساحة اكتر ان يبقى فيه محتاج ابداع. حد يفتحه لي بقى لان مش طب عادي، ممكن نعمل لون تاني؟ طيب ماشي، اوكي. ممكن نستخدم. طيب في حاجة برضو انا حساها من الحاجات اللي احنا شايفينها دي، ان انتي ممكن تكوني حاجات قديمة مثلا عندنا فنستعملها بطريقة تانية، فانتي بتعملي زي ريسايكلينج للهدوم والحاجات وكده؟ ايوه، ما انا بدايه مشروعي ان انا بدات ان انا اعمل كده، بدات ان انا استخدم حاجات موجوده عندي في البيت مش عاجباني مثلا شكلها، او حسيت ان هي خلاص قديمه يعني او ستايلها قديم، فببدا ان انا ابدا ادخل فيها الوان، ابدا ان انا يعني اعمل فيها كذا رسمه بحيث ان هي اظهرها فتبان ان هي جديده وتبان ان هي حاجه مختلفه. يعني كمان في ناس يعني مثلا بيحصل في الهدوم بتاعتها بقعة، لون وقع عليها، اي مشكلة حصلت فيها دي بناخدها بعيد تدويرها من اول وجديد، برسم عليها يعني بنخفي العيوب بتاعت الملابس. حلو قوي. طيب قولي لي بقى، انت اكيد حصل معاكي وانت بتعملي رسمة قبل كده ان مثلا في حاجة باظت منك، مش الهدوم انها فيها حاجه الاول، يعني وانت بترسمي مثلا في لون جه في حته غلط او حاجه باظت او كده، بتعملي ايه بقى؟ بصي، هو انا عموما اصلا يعني مجرد ما ببدا الرسم على الملابس انا بكون يعني محدده ان انا هعمل ايه، يعني قررت انا هعمل ايه الهدوم بالذات. فاه ليه بقى؟ لان الغلطه فيها خلاص خلاص كده. القطعه باظت. فنادرا ما بغلط في وانا برسم لان بتبقى متخطط لها 100%، بس انا ممكن يعني تكون فكره في دماغي، الفكره اللي في دماغي دي مثلا جيت ان انا انفذها ما طلعتش هي الفكره اللي في دماغي، يعني انا كنت حاسه ان هي تبقى في دماغي هتطلع احلى، دي بحس ان هي كده الرسمه باظت بالنسبه لي، انما باظت فعليا لا ما طب باظتش. بتنقذي الموقف ازاي لما بيحصل كده؟ بحاول بقى يعني بقعد احطها بعيد كده وابص عليها كل شويه اشوف هعمل فيها ايه كده يعني. ممكن تغيري الديزاين او الرسمه مثلا عشان لون صعب جه في ان حته انا غلط صعب ان انا اغير على الملابس بعد ما عملت، يعني ممكن اعدل عليها تعديل بسيط انما اغيرها كليا لا. هيبقى صعب. اوكي. قولي لي طيب، احنا كده بنعمل انهي اللي بدأنا نخش جوه بقى شوية؟ بدأت ان انا اعمل الشعر بتاعها، عملته ميكس ما بين البيبي بلو وما بين الابيض المنت. وهوريه لك، استني خلص اهو الشعر وهوريه لك ونخش جوه اكتر. اه طب مثلا ايه اكتر فكره ممكن تكون كانت مجنونه او اوت اوف ذا بوكس انت جربتي انك تعمليها ولقيتي انها نجحت قوي؟ كان عندي يعني حاجه ما ينفعش يترسم عليها خالص مثلا وخدتي الريسك ورسمتي عليها؟ عموما يعني ده كان بالنسبه لي، ده ان انا ارسم على خشب ده كانت بالنسبه لي صعب. حاجه اللي هو انا هعمل ايه يعني، هو خشب هعمل فيه ايه، فبدأت ان انا اشتغل عليه فحبيت اصلا الشغل عليه اكتر، يعني انا بالنسبه لي الشغل عليه حلو يعني، وانا اصلا عموما لما اكون زعلانه او متضايقه او اي حاجه بقى يعني بطلع طاقتي فيه، فده بالنسبه لي حاجه حلوه. حلوة قوي.
طب احنا دلوقتي انا شايفه احنا قربنا نخلص شويه، بس قولي لي احنا كده في انهي مرحله في الرسمه يعتبر؟ يعني انت بالنسبه لك بتحسي ان كده فاضل لك وقت قد ايه مثلا؟ بحس ان انا فاضل لي مثلا حاجه بسيطه. ماشي بنعمل كده اهو ميكس للشعر. اوكي، انت كده بتعملي يعني زي شعرها اللي هو واحده واحده كده، ايوه بس لازم تحددي الاول او تعملي زي بيز شويه. ما هو انا بحدد المساحة الاول وبعد كده ببدأ في التفاصيل اللي جوه، بحيث برضو ان هي تليق مع ال حلوة قوي. طب احكي لي كده وانتي بترسمي لنا موقف حصل مع كلاينت ما اثر فيكي او حاجة انتي فاكراها لحد دلوقتي. هي كانت حاجة بالنسبة لي مضحكة. يعني كان في واحدة طلبت مني اوردر، وبعد ما طلبت مني الاوردر خدته ولبسته وبعدين رجعته لي، قالت لي المناسبة خلصت يعني يعني خديه. مش فاهمة الجملة خالص. المناسبة خلصت، اللي هي يعني بالنسبة لها خلاص، مش اوكي ما عادتش عايزاه يعني، اوكي رجعته لي بقى. طب عملت ايه؟ قلت لها طبعا ما ينفعش، لان هي قطعة ليها، هي مخصوص ليها يعني مش لحد تاني، وان انا كنت عاملها لها هي اوريدي اصلا دفعت الفلوس بتاعت الرسمه والتيشيرت، وبس هي في اعتقادها ان هي لمره واحده، او ان الرسمه مش ثابته، ان هي على قد على قد لابسه. خلاص الموضوع ده وخلاص كده. ففهمتها، فهي كانت مبسوطه اصلا ان يعني ان هو هتلبسه تاني وان ايوه هو يقعد معاها تاني. كان فكرها ان هي على قد رسمه مره واحده بس وترجعه لي تاني. طيب مين اكتر نوعيات كلاينتس انتي بتحسي ان هم لويال ليكي او بيتعاملوا معاكي على طول؟ يعني في مثلا سن معين او ناس معينه ولا عندك تنوع في ده؟ اغلب اللي بيتعاملوا معايا يعني من 18 سنه وطالع، يعني معظمهم بقى يعني البنات بتاعت الكليه واللي هم المخطوبين، وبيحبوا يهدوا مثلا خطيبتهم، فبيطلبوا لهم مثلا من عندي حاجه كمميزه، يعني ان هي تبقى مش هديه تقليديه. حلو قوي. هو اللي اكيد بيجذب الناس ان هم يتعاملوا او يعني يتعاملوا معاكي في حاجه زي كده ان بتكون هدايا ليها معنى، ايوه فده بيكون لذيذ قوي. ايوه فعلا. طيب انا حاسه كده ان الرسمه يعني خلاص احنا قربنا قوي ايوه صح؟ ايوه احنا خلاص. هتدخلي الوان تانية غير الازرق ولا هتخليها كلها درجات من الازرق؟ لا هنعمل الوش باللون البيج اوكي وبس، هنعمل ده باللون تاني وخلاص اوكي وتبقى احنا خلصت. عايزين نحاول نخلصها بسرعة. حاضر. طيب انا عايزة برضو اسألك على فن الرسم عامة، هل انت حاسة ان هو واخد حقه في مصر ولا محتاجين ان احنا نهتم بيه اكتر شوية؟ بصي عموما انا شايفة ان الرسم زيه زي اي هواية تانية، بس مش كل الناس بتحب الرسم، ومش كل الناس يعني بتفهم في الرسم وبتفهم ان ده حاجة مثلا مميزة او كده. بس هو عموما زي ما هو في ناس كتير يعني مش بيحبوا الرسم ومش بيهتموا الامر وانهم يشوفوا رسومات وحاجات مميزة، في ناس كتير بتحب ان هي تتابع الرسم وتتابع الرسومات. فعموما انا شايفة ان هو الموضوع وسط ما بين الاثنين، يعني في مهتم وفي مش مهتم. حلو. طب انت الانجيجمنت عندك على السوشيال ميديا بما ان عندك البيج وكده، بتحسي انها عاليه وان الناس بتتبسط بالحاجات ولا بتحسي ان انت محتاجه تعملي افورت اكتر عشان يوصل الموضوع لناس اكتر؟ انا بلاحظ ان انا مثلا لما بعمل فيديوهات او حاجه مميزه زي الرسومات دي، ان بلاقي في تفاعل اكتر من الحاجه العاديه. يعني لو اكيد كانت على رسم مثلا شخصيه كرتون بلاقي عادي ان هو عادي، الرسمه احنا عارفينها، كرتون احنا عارفينه. انما لما بعمل مثلا اشكال مختلفه او اشكال عشوائيه او فكره جديده، بلاقي في اقبال عليها هو وبلاقي الجاكيت الناس فعلا. بصراحه مختلف قوي، ايوه جاكيت ما مختلف. هو ده يعني ده يمكن من اكتر الحاجات على الصفحة اللي الناس تفاعلت معاها وكانت عاجباهم. حلو قوي. بصي في عامه كمان مؤخرا بقينا بنسمع عن فكره العلاج بالفن وان الناس تتعامل مع الرسم على انه نوع من انواع المديتيشن مثلا او كده، انت بتحسي ان انت بتعملي كده انا ولا عن يعني نفسي بيأثر فيكي ازاي؟ يعني انا ما بكون متضايقة او في حاجة او مثلا زعلان، اي شعور يعني بحس بيه ان انا مثلا مش في المود كده، بتجه للرسم على طول، بان انا ابدا بقى اطلع انفعالي فيه، ابدا ارسم فيه، اعمل اشكال مختلفه، اعمل حاجه جديده، حتى لو يعني لو مش هعرضها او لو مش حد هيشوفها غيري، بس
بس بطلع عن نفسي في الرسم. بيفرق معاكي؟ ايوه. حلوة قوي. احنا كده خلصنا احنا كده الوش، قدامنا قد ايه بقى؟ قدامنا اقل من 5 دقايق اوكي. بالظبط. طب ايه الحاجة اللي انتي حاسة ان انتي محتاجة تعمليها عشان البيزنس ده يكبر؟ حاسة ان انا محتاجة اعمل اشكال مختلفة كتير. حاسة ان انا مثلا عايزة اعمل اجرب خامة تانية، يعني اجرب حاجات حاجة. تانية غير الجزوة. ايوه. طب قوليلي ايه الخامات اللي ممكن تبقي حاسة انك عايز ترسمي عليها بس لسه ما عملتيش كده؟ بصي، هو مؤخرا يعني انا مؤخرا بدأت ان انا ارسم على الجرابات، فدي كانت بالنسبة لي فكرة جديدة برضو. فشوية بقى ويعني ونشوف خامة تانية، حاجة تانية تيجي في دماغي ساعتها ونرسم عليها بإذن الله. حلوة قوي. طيب تنصحي ايه اي حد ممكن يكون موهوب عنده الموهبة دي وعايز ان هو يبدأ بروجكت زي ده؟ ممكن تنصحيه ان هو يبتدي ازاي؟ بنصحه ان هو يبدأ على طول، ماشي. يجيب الخامة اللي هو حابب ان هو يشتغل عليها، وان هو يجيب الالوان، يدور يبحث، يقعد يدور ويشوف افكار، يدور على انواع الالوان، يلمس السمك بتاعها ويحسها ويجربها على قطع بره قبل ما يبدأ ان هو يشتغل، وبعد كده يشتغل على طول. لان انا شايفة ان اي حد فنان وما بيجربش ان هو يرسم او يشتغل او حتى يحس ملمس الالوان وملمس الخامة، انا بالنسبة لي ان دي حاجة مش احسن حاجة ليه، يعني بان هو انه لازم يجرب. ايوه لازم يعني يجرب. انا قصدي لو كابلان ان هو اول حاجة يعملها انه يبتدي يجرب، وبعد كده ممكن تنصحيه ان هو يبتدي يهتم بالسوشيال ميديا ويعرض الحاجات بتاعته عشان الناس تبتدي ايوه انها طبعا، تتفاعل معاه. ايوه طبعا. حلو قوي. انا قدامي بالظبط اقل من 3 دقايق. حلو. انا شايفة ان الموضوع خد منك وقت يعني مش كبير بصراحة، يعني خلصتيها على طول. عشان دي رسمة مفيش فيها تفاصيل كتيرة، في رسومات بتكون محتاجة، يعني شوف دي محتاجة تفاصيل عشان وحاجات فيها كتير، تفاصيل فاخدت منك وقت. وملامح الوجه بتحتاج تفاصيل اكتر، ان انتي مثلا تعملي درجتين فوق بعض، هي دي عشان هي درجة يعني بس. اكتر رسمة خدت منك وقت هي اللي على الدرس اللي هي لا، كان معانا في دي، رسمة تانية واحدة على تانية. جاكيت اوكي. جينز، كانت رسمة لشخصية كورية، فكانت صعبة، وكان الجينز كمان كان لونه غامق، فبتضطري ان انت تحطي طبقات من هو الابيض الرسم اكتر. على الدينم او الجينز سهل ولا صعب هو عامة؟ يعد اصعبهم، بس هو احلى حاجة. انا بس بالنسبة هو لي ده احلى كشغل حاجة. في الاخر كفنش، لا بيطلع احلى، احلى جدا حاجة. بجد. بس هو كل ما كان الجينز غامق كل ما كان متعب اكتر في ان انت بتحطي له طبقات. بتستعملي للدينم الوان بشكل مختلف او بخامات معينة؟ إيه؟ لا، مش بستخدم نفس الالوان عادي والخامات. نفس الالوان. اوكي. بس لان هي بيبقوا يعني هي اصعبهم. الالوان دي زي ما انا بقولك، انا اللي عاملاها، انا اللي عاملاها ازاي بقى بتعمليها؟ لنفسي، كيميائي يعني. ما هو زي ما انا قلت لك تخصص تربيه نوعيه، كليه تربيه نوعيه، قسم تربيه فنيه، فالالوان تتحكمي في الدرجات. ايوه. وممكن يعني ممكن الالوان اللي موجوده في السوق بعمل منها ميكس ايوه. بحيث ان انا اوصل للقوام اللي انا عايزاه في الاخر. والدرجات كمان. ايوه. حلوة قوي. طيب قوليلنا بقى اخيرا كده ايه هو حلمك الفترة الجاية، وعايزينك توريلنا الرسمة برضو وانتي بتخلصيها كده. حاضر. حلم الفترة الجاية ايه؟ ان انا يعني ابقى معروفة اكتر، استخدم خامات اكتر. يعني انا مش عايزة اقف على خامة معينة او على حاجة معينة، انا عايزة كل حاجة قدامي ارسم عليها. حلو. طالما انا بحب الرسم يبقى انا عايزة يبقى منتشر في كل حتة. تحفة. انا حاليا دلوقتي خلصتها. عايزاكي تورينا بقى الرسمة. حاضر. انا دلوقتي خلصتها اهي، وريها للكاميرا كده كده. ماشي تمام. ممكن وهنبدأ تثبتها. دلوقتي آخر مرحلة، مرحلة التثبيت. اللي في إيدي ده ورنيش مائي. اوكي. الورنيش المائي بيتحط عليها كده بشكل يا إما بالطول يا إما بالعرض، وبعدين بنسيبه مثلا مدة 5 دقايق أو أقل كمان من 5 دقايق، بيدينا اللمعة اللي هي في في الجذور دي. الحاجات الموجودة اوريدي عندنا. حلوة قوي. ايه بجد انت موهوبة جدا، وانا بشكرك النهاردة، اتبسطنا ورسمت لنا حاجة لذيذة قوي.
أنا عايزين بس نعرضها للكاميرا في الآخر. حاضر، استني بس المثبت يخف من عليها وأعرضها. ميرسي يا آية، بجد نورتيني. ده نورك حاضر. مشاهدينا، احنا وصلنا النهاردة لنهاية فقرتنا وحلقتنا. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله على خير. باي باي.